بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأشكر لكم حضوركم باسمي أنا محمد جار الله وباسم عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد. نشكر لكم جميعا هذا الحضور الكبير، يعني ما شاء الله العدد اللي سجلوا معنا في هذه الندوة عدد كبير ورقم قياسي بالنسبة لندوات إلكترونية أو ويبينارات تقدم. فأعتقد إحنا وصلنا إلى رقم قياسي ما شاء الله تبارك الله، العدد الآن واصل 700 أو قرب على 800 مشارك معنا. أتوقع إن إحنا حنكمل على 1000. طبعا عدد المسجلين ما شاء الله تبارك الله وصل إلى أكثر من 2400 شخص مسجل معنا في هذه الندوة، وحقيقة هذا يدل على شغف معرفي كبير من جميع الإخوة والأخوات اللي حاضرين. وحقيقة موضوع الأمن السيبراني موضوع حساس جدا، يعني لا سيما أن الإنترنت أصبحت يعني جزء بل أجزاء كبيرة من حياتنا. حقيقة أصبحت معاملاتنا الحكومية، معاملاتنا المالية، حتى تعليمنا أصبح إلكتروني ومرتبط بشكل كبير جدا في بالإنترنت. وفي خضم هذا العالم الكبير لابد أن أو الفسيح لابد أن هناك تخوف قد يكون مع كثرة الاستخدام، سواء على المستوى الشخصي، سواء على مستوى العائلة، على مستوى الأطفال. فأصبح الكثير منا قد يخشى هذا العالم الفسيح والعميق والكبير الذي ليس له حدود. ندوتنا هذه الليلة ومع مدربنا الدكتور عصام القبيسي خبير الأنظمة التقنية والأمن السيبراني، وهو أحد الأعلام في ما شاء الله في مجال التدريب وفي مجال الأنظمة التقنية، راح يتحفنا هذه الليلة ببعض الإضاءات وبعض الإرشادات في كي نحمي أنفسنا ونحمي عائلاتنا وأبنائنا من هذا البحر الكبير الذي يسمى الإنترنت. ونترك الميكروفون الآن لضيفنا الدكتور عصام القبيسي. وقبل ما يبدأ ضيفنا أحب أن أنوه على نقطتين. النقطة الأولى أنه أتمنى أنه الشات يتوقف أثناء لما يبدأ محاضرنا في الندوة، إلا إذا كانت هناك أي مشكلة تقنية تواجهونها، لكن أتمنى أن الأسئلة نخليها إلى نهاية المحاضرة. حنجعل تقريبا ربع ساعة أو أكثر للأسئلة نجيب عليها كاملة بإذن الله، وأتمنى أن الأسئلة تكون عن طريق الشات. اللي عنده سؤال ممكن يحطه عن طريق في أيقونة مكتوب عليها بالإنجليزي Q&A، ليس عن طريق الشات. أتمنى أن الأسئلة كلها تكون عن طريق Q&A وتكون في نهاية المحاضرة. ممكن تجهزوها، ممكن تكتبوها مباشرة عن طريق Q&A ونتوقف عن استخدام الشات. فهذا التنويه الأول. التنويه الثاني بالنسبة للندوات الإلكترونية التي مدتها تقريبا ساعة التي تقدمها منصة تزامن، الهدف منها هو هدف نشر المعرفة والوعي وتقديم خدمة للمجتمع، سواء في المملكة العربية السعودية، في الوطن العربي، في أي مكان في العالم. ما شاء الله عندنا حاضرين من دول كثيرة. فحقيقة ليس هناك شهادات حضور للندوات الإلكترونية التي تقدمها تزامن، فنعتذر عن هذه النقطة. وإن شاء الله قد يكون هناك مستقبلا قد تتغير هذه السياسة. عندنا منصة أخرى اسمها منصة الكيكيو إكس، ممكن أنه تشاركون فيها. فيها دورات متخصصة، فيها دورات متخصصة بمهارات المستقبل، وفيها دورات طويلة ومسجلة، وفيها أنشطة، وفيها اختبارات ومشاريع. هذه عليها شهادات، نقدم عليها شهادات في منصة اسمها كيكيو إكس. ممكن إذا كان هناك متسع أتكلم عنها في نهاية ندوتنا. فظهر أني أخذت أنا وقت طويل، أنا مشكلتي أنا إذا مسكت خط. فأترك الميكروفون لزميلي وصديقي العزيز ومدربنا الأستاذ عصام القبيسي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ محمد، الله يعطيك العافية ويبارك جهودكم، وأرحب بجميع الزميلات والزملاء الحضور المشاركين في هذه الندوة. حقيقة أني سعيد جدا في الصوت في مشكلة. طيب
سعيد حقيقة جدا في هذه الدعوة الكريمة من الزملاء في عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد للمشاركة في هذه الندوة والحديث عن موضوع حساس جدا وموضوع هام. الكل يحرص ويبحث عنه ويكون يعني أصبح محور الحديث خلال هذه الفترة وهو الأمن السيبراني. بداية أسأل الله عز وجل نوفق في هذا اللقاء وأن نقدم لكم ما تستحقون وأن نتناول ونمر على جميع الجزئيات والنقاط التي ترغبون أو أنتم متشوقون لها بإذن الله تعالى. نحن بإذن الله تعالى من خلال هذه الندوة ومن خلال تقريبا ساعة سوف نتحدث عن الأمن السيبراني، مفهوم الأمن السيبراني، الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية أين أصبح من هي الجهات المسؤولة عنه؟ أنت كشخص تستخدم التقنية ما هو دورك؟ وهل فعلا الأمن السيبراني أصبح مهم وهو جزء من حياتنا؟ هذه الأشياء كلها بإذن الله تعالى راح نتناولها هذا اليوم بإذن الله تعالى من خلال الطرح اللي راح نطرحه. أستاذ عصام معلش لو تقرب من الميكروفون شوية أو ترفع صوتك. الأخوة والأخوات اللي يقولون الصوت عندهم غير واضح في أيقونة ممكن ترفعون السماعات اللي عندكم، سماعات الجهاز اللي تستخدمونه، ارفع الصوت عندك إن شاء الله راح يكون واضح. وبرضو مدربنا الليلة ضيفنا يحاول أنه برضو أنه يكون صوت أعلى شوية ويقرب من الميكروفون أو حتى ممكن يرفع أيقونة المايك. تفضل. عفوا دكتور عصام. طيب في الأمن السيبراني أهميته تكمن حقيقة يعني على مستوى العالم، يعني أصبحت التقنية هي جزء من حياتنا. يعني لو شفت أنت الآن في منزلكم اليوم كم شخص موجود عنده إنترنت، الكبير والصغير معاهم أجهزة، الكل يستخدم هذه الأجهزة، جميع هذه الأجهزة موصلة في الإنترنت. طيب هل نحتاج أن يكون هناك أمن سيبراني؟ هل نحتاج أن يكون هناك في آليات موضحة لهذا الموضوع، في أنظمة، في لنا حقوق؟ خلوني يكون لي مدخل. أنه قبل أيام قليلة خلال هذا الأسبوع ممكن كلكم يعني شاف الموضوع اللي انتشر حول الأبليكيشن الخاص في الفيس أب اللي هو اللي يغير صورتك ويكبر عمرك، وشفنا التضارب اللي صار حتى أنها أصبحت ترند في المملكة والدول العربية حول هذا الموضوع، وأنه هذه الأنظمة أو هذه المواقع وهذه التطبيقات قاعدة تدخل على أجهزتنا وتأخذ أشياء كثيرة من أجهزتنا. طيب هل هذا فقط في الفيس أب؟ هل نحن فقط يعني مشكلتنا مع هذا التطبيق؟ هل كل التطبيقات نفس الشيء؟ بس أعطيكم معلومة، الفيس أب يعني الناس اللي كانوا مسجلين فيه أول ما انتشر الحديث حوله تقريبا 50 مليون مستخدم. بعد ما انتشر الحديث والتحذيرات اللي طلعت اليوم أنا كنت أشوف الفيس أب أتوقع أنه يعني العدد ما زاد، لو زاد يعني عدد بسيط، لكن الفيس أب اليوم اللي سجلوا فيه 100 مليون مستخدم هذا بعد التحذيرات اللي طلعت. إذن هل نحن فعلا يعني عندنا مشكلة مع هذه التطبيقات؟ يعني المفترض والمنطق والمعقول يعني اللي يقول لك لما يجي شيء منه تحذير أنه الناس ما تروح له، لكن تويتر، واتساب، سناب شات كلها نفس الشيء، وهذا من الأشياء اللي راح نتناولها. طبعا في المملكة العربية السعودية يعني كان هناك نشأة قانونية للأمن السيبراني في 11/04/1430 30 أكتوبر 2017. المقام السامي الكريم يعني كان هناك قرار وموافقة وصدر أمر ملكي كريم رقمه 6801 في 11/02/1439 إنشاء هيئة باسم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. هذه الهيئة ترتبط مباشرة بمقام خادم الحرمين الشريفين الله يأيده ويطول بعمره، ولها تنظيمات مختلفة، وهذه الهيئة لها عدة مجالات. يعني أهداف هذه الهيئة وأهداف وجودها، أول شيء ولاحظ عندك النقطة الكبيرة هذه تعزيز الأمن السيبراني للدولة، وهذه النقطة نقطة ليست بسيطة. يعني أمن سيبراني، طيب
ليه السبراني وهل فعلا احنا نحتاج له؟ اقول لكم شيء، انه احنا الان يعني نتناول هذا الموضوع، ما هو بسيط ولا هو سهل، ولا ابغى اخوفكم، لكن اذا كان عندنا حروب بحريه وعندنا حروب، يعني انواع الحروب البريه والحروب الجويه والحروب الفضائيه، تاكدوا انه في حروب الان موجوده، حروب سبرانيه. هناك خريطه انتشرت ممكن الجميع اطلع عليها، اللي هي الهجمات اللي تتم في الثواني، يعني يتم هجمات كبيره وضخمه. لو ما كان عندنا حمايه، لو ما كان عندنا امن سبراني يقوم بحمايه المصالح الحيويه للدوله وللانظمه، كان احنا يعني كان عندنا مشاكل واختراقات كبيره، وكلنا ممكن مرت علينا مشاكل كثيرة والأمور اللي صارت خلال الفترات الماضية. أيضا هذه الهيئة تهدف إلى موضوع اللي هو الأمن الوطني، وأيضا البنى التحتية الحساسة فيها. يعني عندنا إحنا جهات حكومية كبيرة، هذه الجهات كيف يكون لها أمن، كيف علاقتها معهم. هذه الهيئة أصبحت تنظم هذه العملية بشكل كبير جدا. لما أتكلم عن اللي هو الأمن السبراني بشكل يعني كبير، أو أبغى تعريف ومصطلح واضح، طبعاً كلمة سبرانية هي تعني صفة لأي شيء، أو ممكن نقول السبرانية هي فضاء الإنترنت اللي تتم فيه هذه الهجمات الإلكترونية الضخمة. أما الأمن السبراني، أمن المعلومات على أجهزة الحاسب. بشكل مختصر، الأمن السبراني هو أمن المعلومات على أجهزة الحاسب. إجابة على بعض التساؤلات اللي يقول لك ليه سبراني؟ سبرانية جاية مأخوذة من كلمة سايبر اللي هي فضاء، سبرانية تعني فضاء الإنترنت. من أجمل التعريف اللي أنا أقول يعني إنها فعلا تعريف جدا متميز لموضوع الأمن السبراني، اللي هو هذا التعريف، إنه هي المجال الجديد الخامس للحروب الحديثة. فبعد البر والبحر والجو والفضاء الحقيقي، هو يمثل جميع الشبكات الحاسب الآلية الموجودة حول العالم، ويشمل ذلك الأجهزة الإلكترونية المرتبطة من خلال شبكة الألياف البصرية والشبكات اللاسلكية والفضاء السبراني. ليس الإنترنت فقط، وإنما شبكات أخرى كثيرة، يعني مثل شبكة اللي هو الجي بي إس، برضو تعتبر يعني من الشبكات الضخمة اللي قد يكون فيها نوع من الاختراق. شبكات المختلفة اللي فيها أي شيء فيه تواصل تقني، هذا قد يكون فيه اختراق. طبعا هذا يجينا من اللي هو الفضاء السبراني، انه مجال عملياتي في الميدان الخامس للحروب الحديثه. البنى التحتيه لانظمه الاتصالات وتقنيه المعلومات برضو جزء اساسي من الفضاء السبراني. الفضاء السبراني مجال ضخم، مجال كبير، ولما نتكلم عنه نتكلم عن الجرائم السبرانيه. الجرائم السبرانيه السلوك الغير مشروع، ودائما هي ترتبط في عناصر هامه جدا في يعني، وهذا احنا كتبناها في اللي هو الاستفتاء او الاستبيان القبلي اللي وصلكم جميعا، وكانت اجابتكم جدا متميزه، انه الجميع يعلم انه الجرائم السبرانيه تشمل الثقه، تشمل المال، تشمل المعرفه، تشمل السمعه. لكن خليني اتكلم شوي على موضوع اللي هو الثقه. يعني اكثركم ومعظمكم في عنده بريد الكتروني، في عنده بريد في العمل، بريد رسمي، في عنده حساب على منصات إلكترونية رسمية. هل هذه اليوزر والباسورد الموجود عندك، هل أنت اللي تعرفه بس، ولا بعضنا أو أكثرنا يعطي اليوزر والباسورد لجهات ثانية، يعطيها للزملاء، يعطيها لأصحاب ليدخلوا من خلال هذه الحسابات؟ وهنا الثقة. أنا أقول دائما في المجال التقني، احرص تماما أنه بياناتك، يوزرك، الباسورد تبعك أو الرقم السري، هذه خاصة جدا جدا جدا، ولا بد أن تكون يعني محور يعني اهتمام عندك مثلها، مثل يعني أشياء هامة. وراح أتكلم بعد شوي عن اللي هو الباسورد وكيف يعني نحرص عليه ونهتم فيه. أيضا في مجال المال، وراح نمر بعد شوي على مثال الناس اللي قاعد تسوي جرائم سبرانية من خلال اللي هو السرقات، من خلال اللي هو الحصول، يعني سعيهم أنهم يحصلوا على المال الموجود عندك، أو السمعة وفيها تشويه للسمعة. وهذه من ضمن الأشياء اللي تقريبا دائما كل فترة نجد عندنا ترند موجود، يعني يتحدث على موضوع السمعة وعلى موضوع اللي هو الفضائح الإلكترونية اللي قاعد تصير، والمعرفة أيضا اللي هو الحقوق والحصول عليها بطريقة أو بأخرى.
أنا ما أبغى أطول في موضوع اللي هو الفرق بين الأمن المعلوماتي والأمن السبراني، لأنه موضوع تقريباً أكاديمي بحت، وموضوع يعني الناس كلها تعمقت فيه وطلعوا في أشياء متفرقة، ويعني كان أقرب شيء يعني يقول إنه الفرق بين الأمن المعلومات والأمن السبراني إنه أمن المعلومات السبراني اللي يكون من خلال التقنية ومن خلال الفضاء، أما الأمن المعلومات اللي يكون من خلال الشبكات وهو أشمل، وناس تانيين يقولوا الأمن السبراني أشمل. أنا بالنسبة لي أقول ما نبغى نهتم في هذا الموضوع إنه مين أشمل ومين أعم، هل أمن المعلومات أشمل، هل أمن السبراني أشمل، يعني ما يهم، إحنا المهم إنه يكون عندنا فعلاً أمن معلوماتي. وبعض هذه يعني أهم النقاط اللي توصل لها يعني بعض الناس على موضوع اللي هو الفرق بين الأمن المعلوماتي والأمن السبراني. وأيضاً يعني في لها حديث كثير جداً حول هذا الموضوع. الأمن السبراني إلى ماذا يهدف؟ طبعاً من أهم النقاط اللي ذكرتها هنا نقاط مختلفة وهامة جداً على موضوع ما هو الهدف من الأمن السبراني، وهذه إذا استوعبنا موضوع هذه الأهداف فنحن راح نكون بإذن الله تعالى يعني في نقطة وفاق عالية بإذن الله. الهدف من الأمن السبراني أول شيء ضمان توافر استمرارية عمل نظم المعلومات، وهي النقطة الأولى. تخيل أنت في منظمة ضخمة ما في عندك حماية، ما فيه يعني أي آلية وأنظمة يعني تضمن لك العملية والبيانات والمعلومات الموجودة عندك، فعدم توفر الحماية هذا من الأشياء اللي راح تعدم عندك موضوع اللي هو استمرارية نظم المعلومات. فإحنا نحرص دائماً على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية جميع طبعاً المواطنين والمستهلكين من المخاطر المحتملة في مجال اللي هو استخدام الإنترنت المختلفة. دائماً إحنا يعني يكون عندنا ضعف، يكون عندنا جريمة معينة، ومن أشهر الجرائم اللي هي تأتي في أزمة الثقة، شخص يستخدم بيانات شخص آخر. طبعاً الجهات لما تجي وتصل إلى الشخص ألف على سبيل المثال هو صاحب الحساب، يقول مو أنا معطي الحساب لأكثر من شخص، من المسؤول أمامي؟ المسؤول أمامي دائماً هو أنت يا صاحب الشخص أو صاحب اليوزر الأساسي. أيضاً حماية الأنظمة التشغيلية من أي محاولات للولوج بشكل غير مسموح، وزي ما قلنا هي حروب إلكترونية قاعد تصير ضخمة، إذا ما صار عندنا حماية قوية فإحنا يعني راح يكون عندنا البنى التحتية تتعرض للخطر، وهذه من أهم الأهداف اللي هو حماية مصالح المملكة الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة. أيضاً مراعاية الأهمية الحيوية المتزايدة لموضوع اللي هو الحماية والأمن السبراني. أيضاً تعزيز حماية الشبكات، تعزيز حماية أنظمة تقنية المعلومات، تعزيز حماية سرية خصوصية البيانات، وهذه ترى كل هذه النقاط كلها المحور الأساس فيها أنتم، أنت الشخص الأساسي اللي لابد أنك تكون عندك يعني موضوع اللي هو الحماية موجودة عندك، يكون عندك وعي في اللي هو يكون لديك وعي كبير، لابد يكون لديك وعي في آلية استخدام الإنترنت والولوج وموضوع الخصوصية. وكان هناك في المناسبة استفتاء في الـ في الـ في الـ في الاستبيان اللي وضعناه، كان هناك استفسار وصل لكم جميعا على موضوع اللي هو الخصوصية. لما تروح تسجل في موقع او تسجل في يعني اي جهة موجودة من المواقع والخدمات الإلكترونية تجيك الشروط، حتى لما تشتري آيفون او آيباد جديد او اي جهاز تشتري جديد تابلت يجيك شروط، انت احنا مباشر نضغط موافق. كثير يعني منا يضغط موافق وينتقل للخطوة التالية ولا يعرف ايش الحقوق الموجودة له وايش الاشياء اللي عليه تحسب عليه يعني، وهذه ترى مشكلة كبيرة في عدم قراءة الشروط والحقوق والاشياء اللي لك والاشياء اللي عليه. تحقيق الأمن السبراني، تخيلوا أنه في 2020 راح يكون عندنا 25 بليون جهاز يعني إنترنت، أشياء متصلة في الإنترنت. هذا العدد الضخم، ألا يجب أن يكون لدينا فعلاً يعني أنظمة حماية عالية؟ ألا يجب أن يكون لدينا منظمة قوية تقوم بحماية هذه الأجهزة بشكل كبير من خلال حماية الاتصالات، خلال حماية المعلومات، أنظمة الشبكات الحواسيب ذات الاستخدام العام؟
ايضا والانظمه المدمجه وما في حكمها. تخيل انه الشبكه الامنه لما تكون انت في كافي او تكون في مكان امن ودخلت على شبكه عامه، انت هنا كانك تقول للناس، قدمت لهم جهازك تقول تفضلوا واحصلوا على جميع المعلومات الموجوده عندي. فايضا لابد ان نحرص عليها. مجالات استخدام الانترنت دائما معروفه، 6 مجالات رئيسيه. نتكلم عن اللي هو مجال في التعليم، موجود الانترنت، في الابتكار والمواهب وغيرها، في الهوايات المختلفه الناس اللي تهوى استخدام الانترنت، وفي الترفيه، وايضا في العمل وفي التجاره. لاحظ هذه يعني ابرز المجالات الاساسيه اللي يستخدم فيها الانترنت، وكلها معرضه الى عمليات اللي هو الاختراق. لاحظوا معي هذا الانفوجرافيك اللي جبته انا من جلوبال. هذا يوضح لنا خلال 60 ثانية ماذا يحدث. خلال 60 ثانية ماذا يحدث؟ لما نعرف خلال 60 ثانية وش قاعد يصير في سناب شات، انه عندنا اكثر من 210 سنابة قاعدين نسوي لها ابلود. لما نشوف انه في تويتر اكثر من 350 الف تغريدة قاعدة ترسل، لما نشوف مثلا في الواتساب 29 رسالة، 29 مليون رسالة قاعدة ترسل في الواتساب. هذه يعني هذا يقودنا إلى سبب أساسي ليش لازم يكون عندنا أنظمة وحماية. جميع هذه البرامج اللي تشوفوها قدامكم لها أنظمة، لها شروط، لها حقوق، لها خصوصية، وكلكم يوم سجلتوا فيها وافقتوا على هذه الشروط، وأنتم معرضين دائما الى الدخول على اجهزتكم، الولوج يعني ان الواحد يدخل على اجهزتك يحصل على معلوماتك، اجهزه الايفون والسامسونج الجديده لما نشتريها والهواوي، اول ما نشتريها مباشره ايش يقول لك؟ يقول لك لغرض اللي هو الاحصاء والاستفتاء. لغرض الاحصاء والاستفتاء يقول لك احنا راح ندخل على معلوماتك وانت تضغط موافق. فدائما نحرص ويكون عندنا علم وخلفيه على موضوع هذا الموضوع. ابرز مخاطر استخدام الانترنت عندنا اشياء اساسيه انا جبتها هنا. اول شيء اللي هو موضوع المحتوى الغير اخلاقي، هذا من الاشياء اللي دائما نشوفها موجوده في بعض المواقع. تختلف في موضوع اللي هو الاشياء اللي يتم نشرها، في اشياء مواقع تسمح بنشر الاباحيه، مواقع ما تسمح، واحنا وين دورنا في موضوع اللي هو المحتوى الغير اخلاقي. ايضا من المخاطر الاساسيه اللي هو ادمان الانترنت، وانا اجزم اننا وصلنا الى مرحله الادمان حتى مع اطفالنا مع الاسف. ادمان الانترنت واستخدامه بشكل كبير وضخم جدا. موضوع اللي هو الابتزاز، وهذه اجزم انها ايضا من النقاط اللي يعني تستخدم لما شخص يقوم بعملية اختراق لجهازك يحصل على معلوماتك، يقوم بعملية التهديد والابتزاز من أجل الحصول على مال. الأمن السبراني والتنظيمات الموجودة والأنظمة اللي وضعتها هيئة الاتصالات، كل هذه النقاط والمخاطر اللي ذكرناها في لها عواقب. لما يجي شخص يسوي يخترق جهازك ويحاول يبتزك، هذا فيه له عواقب وفيه عقوبات ضخمة قد تصل إلى سجن 10 سنوات، وأيضا قد تصل إلى غرامات بالملايين. هذه من ضمن الأشياء اللي راح نتطرق لها بعد قليل بإذن الله. أيضا انتهاك الخصوصية والوصول إلى معلوماتك الخاصة، الأضرار الصحية من كثرة استخدام الإنترنت، إنها في الظهر، في العين، في كثرة استخدام الإنترنت. فهذه من الأشياء اللي مخاطر موجودة كلها في استخدام الإنترنت. طبعاً لابد يكون عندنا معرفة إخوة وأخوات، معرفة في سبل حماية خصوصية المعلومات وأجهزتنا أثناء استخدام الإنترنت. سيد عصام سم معذرة ظاهر أنه فيه مشكلة في الصوت، لو تقرب من الجهاز شوية ويكون الجهاز اللي عندك ثابت أفضل، لأنه فيه على الشات في أكثر من شخص يقول أن الصوت شوية غير واضح، فأتمنى أنه تقرب شوية من الجهاز أو أنك ترفع صوتك على أساس
لأنه ظاهر اللي عندهم يستخدمون الجوالات اللي معانا حاضرين عن طريق الجوال الصوت عندهم منخفض، تحتاج أنك ترفع الصوت شوي. والله أنا 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 في بيت تقريبا خشبي والجيران قاعد يسمعوني ترى رافع صوتي مرة وأنت تسمعني كويس، فالمشكلة توقع عند بعض الزملاء والزميلات إنه لابد يرفع الصوت من عندهم. أي ممتاز. برضو الأخوة والأخوات يعني ارفعوا السماعة إلى أقصى حد أو استخدموا سماعات الرأس إذا عندكم سماعات الرأس. شكرا لك يا معذرة على المقاطعة. الله يعطيك العافية. لا أنت شكرا على المقاطعة لأنك أعطيتني فرصة أشرب موية، الله يعطيك العافية. طيب الله يسعدكم. إحنا دائما لابد أن يكون عندنا وعي في اللي هو أساليب الحماية، وإحنا زي ما قلنا المنوطين أساسا في موضوع اللي هو حماية أجهزتنا. طبعا الجهاز الشخصي محافظة منك على أمن جهازك وملفاتك، لابد أن يكون عندك برنامج مكافحة فيروسات وتحرص على تحديث هذا البرنامج. هذه خلني بحطها لكم باللون الأحمر عشان بس ما تنسوها، ترى مهمة يا جماعة الخير، والله مهمة. جميعكم أجهزتكم، وهذه إحنا سألنا عنها في الاستبيان عن موضوع اللي هو وجود أنظمة حماية في الأجهزة عندكم، قليل قليل جدا لديهم أنظمة حماية في الأجهزة، ونتهاون في هذا الموضوع. لابد أن نحرص على موضوع اللي هو برامج الحماية. برنامج تشتريه في مبلغ 10 دولار 20 دولار راح يحمي لك جهازك ويحمي لك معلوماتك. احرص تماما على اختيار الشركة المناسبة، ومباشرة حمل برنامج، حدث هذه البرامج بشكل مستمر. لابد لما تكون في كافي أو شيء، هذه النقطة تعرضنا لها قبل شوي، أن تحرص تماما على موضوع اللي هو تكون حذر، لأنه أنت عرضة أنه يدخل على جهازك. دائما يكون في تحديثات، احرص دائما على تحديث الأجهزة، واحرص دائما على موضوع اللي هو الباكب، أنه يكون في عندك باكب على جهازك لجميع المعلومات الخاصة فيك. يعني دائما خلي الباكب أو النسخة الاحتياطية تكون عندك، نقول مثلا كل أسبوع أو كل أسبوعين بالكثير يكون لديك نسخة احتياطية لجهازك. والتحديث مهم. ليش هذه التحديثات تتم؟ لأنه في ناس اخترقت الأنظمة، فهم يضعوا ثغرات أو يسدوا هذه الثغرات ويطلبوا منكم التحديث، فدائما نحرص على التحديث بشكل سريع. بالنسبة هذا السؤال ورد كثيرا على موضوع كلمة المرور. بعض المواقع الآن تساعد الشخص في موضوع كلمة المرور. لابد تختار كلمة مرور قوية تحتوي على مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز. تستخدم كلمة مرور مستقلة لكل حساب، يعني احرص تماما أنه يكون إذا عندك مثلا ثلاثة إيميلات في شركات مختلفة، خلي البريء الباسورد يختلف من الهوت ميل على الجيميل على الياهو، يكون مختلف فيما بينهم على الأوفيشال اللي هو البريد الرسمي. أيضا خلي يكون عندك يعني يكون في أحرف كبيرة وأرقام ورموز في الباسورد. عدم اختيار كلمة مرور مبنية على معلومات شخصية، مثلا أنا اسمي عصام، ما يكون بريدي عصام 1234، وأنا متأكد كثير من الموجودين بريدهم بالشكل هذا. لا تشارك كلمات المرور أبدا، وغيرها بشكل دوري. يعني الجهات الحكومية مثلا، الجهات الحكومية الآن تشترط يعني على بريد الإلكتروني الرسمي أنا كل 3 شهور يأتيني رسالة تطلب مني هذه الرسالة تغيير الباسورد وتعديل الباسورد، فنحرص على اللي هو موضوع تغيير كلمة المرور بشكل دوري. بس في نقطة مهمة أبغى أرجع للشريحة دي، الله يسعدكم، فيما يخص كلمات المرور مهم جدا هذه النقطة، عدم مشاركة كلمات المرور. هي كلمة مرور خاصة فيك أنت، لا تشارك أحد بكلمات المرور الخاصة فيك، سواء في موقع يخص العمل، بريد إلكتروني، أشياء خاصة فيك، لا تشارك كلمة المرور أبدا، ولا تكون أنت السبب في أنك تسبب يعني مشكلة نفسك تندم عليها بعدين. البريد الإلكتروني لابد تكون كلمات المرور قوية، ولابد تكون يعني في موضوع اللي هو التحقق الثنائي. موضوع التحقق الثنائي اللي يرسل لك رسالة نصية على الجوال
يرسل لك الإيميل للتحقق من جوالك، يعني يتعرف على جوالك. والآن معظم المواقع موجود فيها، والواتساب على سبيل المثال لو دخلت على الخيارات يطلب منك، هو خيار لك أن يكون لك تحقق قناعي، عشان لو قدر الله حدث اختراق أو حدث دخول من أجهزة مختلفة يكون يرسل باسورد على اللي هو على جوالك، وجوالك طبعا صعب انه احد يتوصل اليه. دائما لما يجينا بريد الكتروني نحرص انه ما نفتح الملفات المجهوله، لانه ده احيانا يكون فيها اللي يسموها فايروس ولا تجسس، ملف تجسس معين وانت ما تدري يكون يتابعك، تفادي انك تقع ضحيه للرسائل الاحتياليه. ومتأكد اليوم لو سألتكم كم واحد جاء رسالة نصية يقول لك اتصل علينا عندك مشكلة في بريدك أو عندك مشكلة في حسابك البنكي، أكثر الناس تصلهم مثل هذه الرسائل ومنتشرة خلال هذه الفترة، فلا بد أنه يكون عندنا وعي أنه ما نتعامل مع هذه الرسائل. أيضا يكون عندك بريد رسمي واحد للتعاملات الرسمية الخاصة فيك. بعد ما يخترق يعني حسيت انه في شيء مفاجئ او حسيت انه في شيء غلط في جهازك، فيه مثلا تغير في جهازك، في صور قاعد تم تحذف، فيها في بريد انفتح وانت ما فتحته، يعني لاحظت انه في شيء غريب، لابد انك مباشره يعني تكون يعني حذر في اللي هو موضوع اللي هو البريد الالكتروني وكيف التعامل معه. خليني أرجع للشريحة اللي هي تبع الحماية. مباشرة لما تحس إنه في اختراق لابد إنك تفصل جهازك من الإنترنت مباشرة، لأنه الاختراق يتم من خلال عملية الإنترنت. تسوي عملية إعادة تهيئة للجهاز، تثبت برنامج حماية فيروسات جديد، وتركب النسخة الاحتياطية القديمة الموجودة لديك. هذا لما تحس إنه في سلوك غريب في جهازك. ايضا حسابات التواصل الاجتماعي، راح امر على اهم الحسابات اللي احنا نستخدمها بعد شوي باذن الله تعالى. التعامل مع الاساءه في مواقع حسابات التواصل الاجتماعي، اذا كان عندك شكوى معينه تتعلق بازاله الاساءه يتم مباشره مخاطبه المستضيف. مثلا احد تعرض لك في تويتر، تخاطب المستضيف في تويتر، سناب شات تخاطب الشركه في سناب شات. وفي ايضا راح اوريكم بعد شوي بعض المواقع اللي وضعتها هيئه الاتصالات اللي تخدمكم أنتم في موضوع اللي هو الحماية. هنا لو تكلمنا طبعاً الإحصاءات والدراسات تقول إنه في المملكة العربية السعودية أكثر يعني البرامج التواصل الاجتماعي استخداماً هو تويتر. فكيف تبلغ عن إساءة؟ طبعاً أنت لما تدخل على تويتر وتسجل حساب جديد مباشرةً راح يقول لك الشروط والخصوصية، يعني الشروط سياسة المحتوى وشروط الاستخدام. طبعا هذه كلنا وافقنا عليها، أي واحد عنده تويتر وافق على موضوع انتحال الشخصية. فلما تكون أنت عندك حساب في تويتر وفي اسم مختلف أو اسم حاط اسم يعني يعتبر نوع من الانتحال وممكن أنت تعاقب عليه بناء على الأنظمة، انتهاك حقوق النظر والملكية الفكرية، ايضا انتهاك الخصوصيه، نشر ملف ما هو يعني صحيح، تهديد او استخدام سلوك عنيف، الاباحيه، البرمجيات الخبيثه، هذه كلها من الاشياء اللي انت معرض لها. انا اقول يعني هذه يعني بعض الاشياء اللي انت كلنا وافقنا عليها في موضوع اللي هو سياسه المحتوى. دائما لما يكون عندك مباشره مشكله في تويتر تتواصل مع هذا الرابط اللي هو help.twitter.com.ar، وراح يعطيك معلومات اكثر ويساعدك في موضوع اللي هو المشاكل. نفس الشيء سناب شات، هذه اللي هو سياسه المحتوى والشروط الخاصه فيهم، وفي الاسفل تجدون اللي هو الرابط الخاص في البلاغ، وكلها طبعا تتعامل معك في اللغه العربيه. انستغرام نفس الشيء، يعني أنت تعتبر مجرم لو انتحلت شخصية في إنستغرام أو عنصرية أو كراهية، انتهاك حقوق ملكية. اليوتيوب نفس الشيء عفواً، وأيضاً تحت اللي هو الرابط اللي هو ريبورت
يساعدك في موضوع اللي هو التواصل والإبلاغ. الآن في عندنا خدمة في المملكة العربية السعودية، خدمة ترشيح. ما أنا استأجلت ترى في بعض الشرائح عشان الوقت، يعني أشوف بعض الناس يقولوا نبغى كانوا يبغوا يصوروا الشاشة، وأنا أقول بعد إذنكم يعني أستاذ محمد مشكوراً، يعني أنا ما عندي مانع من نشر هذا العرض ليصل للجميع ويستفيدوا منه، يعني وهو أصلاً يعني عرض معتمد من هيئة الاتصالات ويرجع لهم، فما في مانع من عرضه أبداً أبداً. بس أنا أبغى أصل لموضوع اللي هو نقاط هامة جداً أهدف لأنها تصل لكم جميعاً. في عندنا خدمة اللي هي خدمة ترشيح السعودية، في لها تطبيق وفي لها أيضاً موقع اللي هو لو شفت رابط في مشكلة، في عندك www.filter.sa، وفي لهم تطبيقات برضو تحملها، وفي عندهم هذا البريد ممكن تتواصل معه، وعندهم هذا الرقم. إيش فائدة الترشيح؟ خدمة الترشيح لو وجدت أي رابط تحس إنه في مشكلة بس حط الرابط وتوكل على الله، ما يطلب منك أي معلومات، ما يطلب اسمك، ما يطلب بياناتك، بس يبغى منك إنك تكون أنت تبلغ وتوصل لهم المشكلة. وهذه من الأشياء اللي كثير يجهل فيها وهي خدمة متميزة. هذا التطبيق لو حبيتوا تصوروا الباركود لتحميل التطبيق الخاص بالترشيح، هذا هو موجود أمامكم، وزي ما قلت لكم هنا لاحظوا إنه لا يطلب منك أي بيانات أو معلومات، فقط يطلب منك عرض المشكلة ونشرها، وهم راح يعالجوا المشكلة مشكورين. سلوكنا مهم في الفضاء الإلكتروني، لابد تكون معرفاتنا واضحة بأسماءنا الصريحة. الأشخاص اللي يتابعونا برضو أحيانا نحرص تماما على الأشخاص اللي يتابعونا والأشخاص اللي نتابعهم والأجهزة اللي نستخدمها تساعدنا في موضوع اللي هو العرض. وطبعا كل واحد يكون له في الفضاء الإلكتروني سلوك وشخصيته، مهم جدا أن تكون شخصيتك أنت يعني تظهر جانب كبير من أخلاقك، فاحرص تماما أنه دائما أنه يكون عندنا سلوك شخصي في الإنترنت. مش معناته أنا وراء هذه الشاشة يكون لي شخصية مختلفة تماما عن لما أكون أمام الشاشة. لاحظوا دائما إحنا نبغى نتأكد من موضوع اللي هو الروابط. هذه الصفحتين انتشرت تقريبا بشكل كبير خلال الفترات الماضية، صفحة الفيسبوك وصفحة المصرف الراجحي. لاحظ صفحة الفيسبوك الرابط فوق في غيروا حرف واحد، وانت تدخل ولما تدخل على هذا الموقع تضع اليوزر تبعك والباسورد الخاص فيك، ومباشرة تضغط موافق ممكن يدخلك لصفحتك، لكن بياناتك وين تروح؟ تروح للشخص اللي قام بعملية هذه العملية اللي احنا نسميها الاصطياد الإلكتروني. مصرف الراجحي خلال فترة انتشرت هذه العملية وأصبحت موجود يعني صفحة مطابقة لصفحتهم، تدخل تحط يوزرك وباسوردك وتمت عملية اللي هو سرقة أموال من خلالها. وهذا من الأشياء اللي خلى يعني يطلع عندنا موضوع اللي هو التحقق، أنه الآن جميع البنوك وجميع المواقع الرسمية ما حد يدخل عليها إلا من خلال إرسال رسالة نصية واستخدامها معك. شوفوا هذه الرسائل كلكم، تصلكم هذه الرسائل، ندفع عنك المصاريف، عروض رمضان، تشكيلات، هذه دائما أنا أنصح بتجاهلها بشكل كبير هذه الدعايات، لأنه قد تكون هذه الروابط جميعها هي روابط مع الأسف فيها نوع من الاصطياد الإلكتروني. يعني برضو في عندنا، أنا ودي أصل إلى الأساليب الشهيرة في موضوع اللي هو الهجوم والاختراق، انتحال الشخصية، الاصطياد الإلكتروني اللي شرحناه قبل شوي، الهندسة الاجتماعية اللي هو يجيك شخص كأنه بيحل لك مشكلة أو شيء زي كذا، وهو مع الأسف يكون هو المخترق أو الشخص اللي يحاول يبتزك، ملفات طراودة اللي هي تجي مرفقة في البريد الإلكتروني وإحنا ما نطلع عليها، والابتزاز الإلكتروني. هذه أشهر الأساليب اللي تكلمنا عنها في موضوع الاختراق.
طبعا المعلومات الشخصية تصنف دائما في معلومات عامة، في معلومات خاصة، في معلومات عائلية، وفي معلومات محظورة. المعلومات العامة اللي أنت تبغى تعطيها الجميع يعرفوا وين رحت وين جيت وين سافرت، معلومات خاصة في موضوع السفر النشاط أماكن تواجد، معلومات عائلية ومعلومات محظورة مثل بطاقات البنوك والأرقام السرية، هذه ما ننشرها أبد. أنواع الجرائم المعلوماتية: جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة، يعني شخص يحاول أنه يتعرض على خصوصيتك ويعتدي عليك، يعني نفس الاعتداء العادي لكن هذا اعتداء إلكتروني من خلال مثلا السب والشتم عبر الإنترنت. وغالبا اللي يرتكبوا هذه العملية هم ناس وهميين، أنت مباشرة تأخذ الرابط تبعهم وتبلغ عنهم عبر ترشيح وهم يسكروا صفحاتهم أو تبلغ نفس الجهة المستضيفة. إفشاء الأسرار الخاصة فيك. طبعا لاحظوا الآن يعني بندخل على موضوع العقوبات اللي وضعتها هيئة الاتصالات. لاحظ لما شخص يقوم بعملية إفشاء أسرار منظمة أو شخص يصل إلى معلومات خاصة في منظمة ويستعملها بطريقة غير صحيحة ويتم نشر هذه المعلومات الخاصة بطريقة خاطئة، النظام نصت المادة السادسة الفقرة الأولى من نظام هيئة الاتصالات أن يعاقب هذا الشخص بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، غرامة لا تزيد 3 ملايين، أو كلا الحالتين مع بعض. فالنظام جدا يعني قوي وجدا يعني نظام حساس وجدا نظام يقف في صف الشخص اللي هو تعرض لهذه العمليات. لكن لابد أيضا أنه إحنا نحذر عملية الابتزاز والتهديد. عملية الابتزاز والتهديد من العمليات الضخمة، أنا اسمحوا لي بس أخذ من وقت الأسئلة شوي، ما راح أطول 5 دقائق بس. عملية الابتزاز والتهديد، تهديد الجاني المجني عليه بنشر أخباره، هذه عقوبتها تصل يعني مدة لا تزيد عن سنة وغرامتها تصل إلى 500,000، وهذه في الدولة، أنظمة رسمية موجودة في الدولة. التنصت ومحاولة الحصول على المعلومات بشكل غير نظامي، الشخص الذي يقوم بعملية التنصت يتم معاقبته بسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500,000، أو كلا الحالتين على حسب اللي هو العملية المحاكمة أو ما قام به. أيضا الجرائم المعلوماتية، الالتقاط، الاعتراض. لاحظ عندك جرائم إساءة استخدام الهواتف النقالة والوصول إلى أجهزتكم، هذه برضو سجن سنة و 500,000 ريال. الجرائم المعلوماتية، التشهير بالأشخاص، عملية الفضائح اللي منتشرة، هذه عقوبتها سنة وسجن 500,000، وهذا عملية التشهير يعني تقريبا من أكثر القضايا المنتشرة. فنحرص أنه تعرف دائما أنه لك حق أن الشخص اللي يتعرض لهذه العملية ممكن لو رفع دعوة قضائية الشخص الآخر يسجن سنة كاملة. الاستيلاء والاحتيال المعلوماتي أيضا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات الشخص الذي يقوم بعملية احتيال معلوماتي، وهذه مواقع كثيرة يعني ممكن موجودة ما نثق فيها. السطو على أموال البنوك، هذه جريمة تصنف من الجرائم اللي تصل 3 سنوات سجنها وغرامتها 2 مليون ريال. عملية الانتحال الشخصية مرينا عليها قبل شوي، وانتحال شخصية في المواقع أو شخصية فردية ولها عقوبة تصل سجن 3 سنوات. ولاحظوا أن النظام كيف نظام دقيق ونظام صارم جدا، ما يعني النظام ما هو بسيط، يعني تشكر هيئة الاتصالات على وضع هذا النظام. التحريض على الجرائم المعلوماتية، نصت المادة 9 أنه يعاقب كل من يحرض غيره أو يساعده ويتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة والاتفاق. العقوبة المقررة لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة إذا لم تقع الجريمة الأصلية. وأيضا هنا عندنا الجريمة المعلوماتية والاتجار بالبشر والمخدرات، سجن لا تزيد عن 5 سنوات، غرامة 3 مليون. وفي نقطة مهمة جدا اللي هي الجرائم المعلوماتية الأمنية والدخول على المواقع، مثلا مواقع داعش، مواقع مختلفة، هذه ممكن ترى تسجنك، يعني تسبب لك السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 5 مليون ريال أو 2 ما بعد العقوبتين. أنا ما بيخوفكم لكن أبغاكم تعرفوا تماما أنه في نظام يحميكم
بنظام يحمي هالبلد، الله يجعلها دائما في امن وامان. ادوات الابلاغ طبعا الشهيره، غير خدمه الترشيح اللي ذكرناها، وهذه اخر يعني الشرائح. اول شيء من خلال انك تروح للشرطه مباشره تبلغ عندهم، او تطبيق المتميز كلنا امن، هذا التطبيق يساعدك في موضوع اللي هو التبليغ. في موضوع الابتزاز، هيئه الامر بالمعروف عندهم رقم اللي هو 1909، او الاتصال على الرقم 989 اذا كان الموضوع يخص الجرائم المعلوماتيه. ابشر، بوابه ابشر فيها ايقونه للابلاغ. البريد الالكتروني اللي هو info@moisp.gov.sa، هذا موضوع اللي هو الابلاغ. فيما يخص المحاكمه، يعني فيها المحاكم تشارك فيها، والنيابه العامه ترفع لهم. اتمنى اني التزمت في الوقت، اخذت شوي من الوقت، انا اعتذر من الاخوان في عمال التعليم الالكتروني استاذ محمد الجار الله، مشكورا هذا الرجل اللي هو انا اعتقد يعني واجزم انه عراب هذا اللقاء، اشكره انه تحملني في الاعداد لهذا اللقاء. اشكر لكم جميعا حضوركم، حسابي في تويتر موجود اذا كان هناك اي اسئله. الموضوع كبير، دوره خاصه عندنا في الامن السبراني، احنا نقدمها مده تقريبا تاخذ معانا 3 ايام الى 5 ايام، فيها تفصيل دقيق جدا. احنا هدفنا من هذه الندوه انه نضع الضوء العام ونعطيكم نظره عامه على موضوع انه هناك هيئه للامن السبراني، في انظمه حمايه، في اشياء تحميكم انتم من الجهات المختلفه وتحرصكم بشكل كبير جدا. خالص الشكر جدا لكم على حرصكم واهتمامكم وحضوركم. يعني الارقام اللي وصلتني من الاستاذ محمد ارقام والله فعلا يعني انا سعيد وفخور فيها جدا، واشكر اهتمامكم، واتمنى اني قدمت شيء يليق فيكم، واذا كان هناك يعني شيء صحيح فهو من الله عز وجل، وان هناك من خطا فمن نفسي والشيطان، واعذروني عن اي تقصير، وشكرا لكم جميعا. استاذ محمد تفضل. يعطيك العافية أستاذ عصام على هذه الندوة الجميلة وهذه الإضاءات حقيقة اللي نورتنا فيها، وحقيقة المعلومات اللي ذكرت في هذه الندوة معلومات مهمة جدا لكل فرد يتعامل مع الإنترنت ومع هذا الفضاء الوسيع. موضوع الأمن السبراني كما تعلمون هو موضوع كبير حقيقة وتأخذ فيه دورات طويلة، والهدف عندنا من الندوة هذه هو فقط للتوعية بهذا المفهوم حول مفهوم الأمن السبراني، وكيف نستطيع أن احنا نحمي أنفسنا من هذه الأخطار التي قد تواجهنا أثناء استخدام الإنترنت. في سؤال يتكرر كثيرا يا أستاذ عصام حول يعني هل مجال الأمن السبراني هل هو تخصص في حد ذاته، يعني يدرس ويأخذ فيه دورات يعني متخصصة، وهل هناك في مجالات للتوظيف فيه في هذا المجال؟ يمكن هذا سؤال يتكرر كثيرا يعني. حقيقة هذا السؤال يعني جدا مهم، شكرا جزيلا على طرحه. يعني في دراسة أو في بحث اطلعت عليه حديثا على موضوع اللي هو أهم التخصصات الموجودة، الأمن السبراني يعتبر من أهم التخصصات وأولها خلال هذه الفترة. البلد في تعطش، تحتاج ناس متخصصين بشكل كبير في مجال الأمن السبراني. في جهات كثيرة في المملكة العربية السعودية تقدم دورات وتقدم برامج متخصصة أكاديمية بكالوريوس في الأمن السبراني، في دراسات عليا في الأمن السبراني، فهو مجال أنا جداً وفي الدورات اللي نقدمها في الجامعات أنصح دائماً يعني الطلاب والطالبات أنهم يركزوا عليه ويحرصوا عليه بشكل كبير، هو مجال مطلوب بشكل كبير جداً. هل فيه دورات ممكن تقدم في هذا المجال متخصصة في الأمن السبراني موجودة مثلاً على الإنترنت، ممكن اللي حاب أن يتوسع في الموضوع هذا يشترك فيها؟ إيه، فيه على تويتر اللي هو طبعا في جهات كثير تقدم دورات يعني صراحة، لكن في الهيئة الوطنية لهيئة الأمن السبراني لهم موقع، في الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة أيضا دائما كل فترة يسووا معسكرات ويسووا دورات، وفي دورات تتم أونلاين أنا أنصح فيها وأنصح بمتابعة حساباتهم، هي حسابات هامة وتركز على هذا الموضوع بشكل كبير جدا.
بالنسبة لما ندخل على بعض المواقع، هذا برضو سؤال تكرر، يطلب منا بعض المواقع تطلب منا أن احنا نسمح لهم بإعطاء ذونات، ذونات استخدام الميكروفون، استخدام الكاميرا. مع بعض إذا كان زي عندنا مثلا منصتنا اللي احنا نستخدمها لمنصة زوم، عند التحميل يطلب منك أنك تسمح له أنه يستخدم الميكروفون ويستخدم الكاميرا مثلا إذا حبيت أنك تستخدمها. فما أدري إيش الاحتياطات الأمنية في الموضوع هذا. والله شوف، هو الموضوع دائما أنت لما تستخدم أي منصة أو أي تطبيق يعني خليك واثق فيه. يعني أنا الآن لما دخلت على الزوم وأعطيتهم موافقة على استخدام الكاميرا تبعي، ممكن وأنا مطفي الآيباد يعني ترى هذا الشيء يصير، إنه يشغلوا كاميرتي وأنا ما أدري وأنا حاط الآيباد في أي مكان في الغرفة. فدائما احنا نقول المواقع اللي نستخدمها احنا نثق فيها، منصة زوم من المنصات المعترف فيها الضخمة اللي تخاف على سمعتها وعلى اسمها، المنصات الضخمة. فدائما انت، انا اقول موضوع اللي هو الحماية والثقة، زي لما تتعامل مع التجار، زي لما تتعامل مع الاسهم، وين الجهات اللي انت تثق فيها، اعمل معهم واعطيهم الاذن انه يدخلوا. لكن لما تستخدم هذه المنصات ممكن يعني بعدين تدخل على الخيارات أو تحذف التطبيقات الخاصة فيهم، مباشرة تزال هذه الأذونات وتروح لما الضبط عندك في الجهاز وتحذف هذه الأذونات اللي أنت أعطيتها لهذه الجهة، بحيث أنك تكون أنهيت مصلحتك أو الشيء اللي أنت تبغاه منهم، وأيضا يعني تكون أكثر حماية بالنسبة لك. برضو الآن برضو كثير من المتصفحات زي متصفح الكروم وجوجل والفايرفوكس غيرها من المتصفحات، يعني تقترح عليك أنك تحفظ الباسورد على المتصفح نفسه. فهل هذا لو حفظته على المتصفحات، هل هناك إشكالية لما أحفظه على المتصفح نفسه، ولا الأفضل عدم الحفظ؟ لا بلا ما أشوف فيه شيء. موضوع اللي هو أنك تحفظ هذه المتصفحات ما أشوف فيها إشكالية، بالعكس عادي، لأنك أنت قاعد تستخدم منصة واثق فيها. طبعاً بشرط أنه يكون هذا جهازك أنت اللي تستخدمه، ما هو جهاز عام. أكيد أكيد أكيد، لأنه معلوماتك الشخصية. لكن لو قلنا لو كنت تستخدم أجهزة عامة، لا يعني لا تحفظ اللي هي المواقع الخاصة فيك. وأيضاً بعض المواقع المتصفحات تطلب منك لما تدخل أنه يحفظ لك الباسورد الخاص فيك. فانت يعني من الخطا كبير لما تكون تستخدم جهاز عام تقول له احفظ بريدي. ودائما احنا لما نروح لمكتبه عامه في احد الجهات ونفتح الجهاز نلقاه يطلع لنا بريد شخص كان يستخدم هذا الجهاز ويفتح لي بريده. ليش؟ لانه يوم دخل على هذا الجهاز قال له هل تريد حفظ كلمه المرور واسم المستخدم؟ الشخص ايش ضغط؟ ضغط موافق. طيب وين الخلل عندنا الآن؟ هل الخلل في الجهاز؟ هل الخلل في أنظمة الحماية؟ لا طبعاً، الخلل في الشخص نفسه اللي ضغط على أنه أعطى الجهاز صلاحية أو موافقة على أنهم يحصلوا على معلوماته. فدائماً نحفظ معلوماتنا في أجهزتنا الخاصة فينا فقط. بالنسبة لاستخدام الشبكات العامة، الواي فاي العامة، سواء في المقاهي، سواء في المطارات، ما هي نصيحتك عند استخدام هذه الشبكات؟ والله شوف، في نوع يعني هذه الدراسة أنا طلعت عليها حديثا، في شيء اسمه وسواس إلكتروني. وأنا من الناس اللي يعني عندي هذا النوع من الوسواس. الشبكات العامة ما أنصح فيها، لكن استخدمها في حد الضرورة. إذا كنت مضطر أنك تستخدمها، لأنه من خلال هذه الشبكات العامة سهل جداً أن المخترقين يصلون لك من خلال هذه الشبكة، وأنت من يوم تدخل على هذه الشبكة كأنك فتحت جهازك لناس ثانيين أنهم يدخلوا عليه. فأنا ما أنصح في الشبكات العامة، لكن إذا كان ولا بد شكر الله استخدمها. في سؤال هنا دكتور يقول، شنو هي المراجع القانونية لحماية الخصوصية والمعطيات ذات الطابع الشخصي بالمملكة؟ في السؤال جدا جميل، يعطيك العافية وأشكر السائل. طبعا احنا عندنا المرجع الأساسي اللي هو هيئة الاتصالات، لأنه الموضوع في جانب تقني. في عندنا الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أيضا، هذا مرجع أساسي، لكن النظام
الجهة التي وضعت هذا النظام ونظمته بشكل كبير اللي هي هيئة الاتصالات. ولو دخل على موقع هيئة الاتصالات في المملكة العربية السعودية سيجد اللائحة والأنظمة والأشياء اللي تطرقت لها قبل شوي أنا وذكرتها، سيجدها في موقع هيئة الاتصالات بشكل مفصل تماما. بالنسبة للشروط الاستخدام والخصوصية، يعني اللي دائما لما تحمل برنامج أو تدخل على موقع يطلب أنك ما راح تستخدم هذا البرنامج إلين توافق عليه، فالغالبية العظمى يمكن من خلال الاستبيان احنا نشرناه للزملاء والزميلات اللي شاركوا معنا في هذه الندوة، الغالبية يعني ما قرأها أو قرأها بشكل سريع كذا، يعني ما قرأها بشكل كامل، وحتى البعض قد يقول من الصعب اني اقرا بعض ما شاء الله شروط الاستخدام يمكن 10 صفحات، يعني من المستحيل ان الواحد يقراها كامله. يعني يعني ايش النصيحه في مثل هل نقراها ولا ما نقراها ونمشي؟ طبعا اذا ما وافقنا عليها ما راح نستخدم البرنامج. جميل. طبعا هذه الشروط، وهل نقدر نعترض عليها؟ في سؤال برضو في نفس، هل نقدر نعترض عليها؟ طيب الشق الاول من السؤال، سؤال طبعا جدا مهم وجميل، وانا يعني في الاستبيان القبلي اللي قدمناه لاحظت فعلا يعني التفاوت الكبير في الناس اللي تقرا والناس اللي ما تقرا. لن ادعي المثاليه واقول لكم انه انا شخصيا برضو اني اقرا جميع الانظمه او جميع السياسات الموجوده امامي، لكن لما استخدم موقع انا اثق فيه، يعني تويتر جزء من حياتنا، لكن سياسه الخصوصيه تبعهم مين اللي وضعها؟ وضعها لهم ناس قانونيين في جهات قانونيه وضعتها لهم داخل نفس المنظمه، يحرصون دائما على حمايه انفسهم بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني خليني اقول لك على سبيل المثال، اضرب لك مثال على موضوع اللي هو يعني الدول بشكل ضخم جدا. لو رحنا زرنا الصين على سبيل المثال، نجد أن الصين ما فيها تويتر، صح ولا لا؟ ما فيها، يعني أكثر السوشيال ميديا ما هو موجود فيها. إيش السبب؟ يعني الدولة حبت هي اللي تضع الأنظمة اللي ترى مناسبتها لأنظمة الدولة، لكن تويتر رفضت، فيسبوك رفضوا اللي هم نفسهم، واتساب، الجهات الثانيه رفضوا، اذا قالوا ما راح ندخلكم، وضعوا برامجهم الخاصه فيهم. فاللي جاب يعني هذا المثال انه هذه الانظمه وهذه القوانين اللي يسنها دائما نفس الجهات اللي تضع البرامج والتطبيقات، وهم هدفهم دائما يحموا انفسهم، يعني انت بالنسبه لهم عميل، لكن هم يحموا انفسهم من هذا العميل بشكل كبير جدا، ويحرصون عليهم لانهم لهم يعني اسهم ضخمه ولهم يعني اعتبارات ضخمه جدا. ف يعني ما عندك الا حل واحد، يا يعني انك تستخدم هذا التطبيق او ما تستخدم فقط، يا يعني انك توافق على شروطهم وانظمتهم او ما توافق عليها. ترى نفس الشيء اجهزتنا الالكترونيه اللي قاعد نستخدمها كلنا لها انظمه ولها شروط وصفحات كبيره جدا، ولما تشتري جهاز نظام اي او اس مثلا جديد يقول لك انه هناك انظمه مفصله لهذا الموضوع لابد انك توافق عليها، او يقول لك نرسل لك اياها على الايميل وتقراها بعدين. فالانظمه موجوده، وهي الانظمه الهدف منها حمايتهم، وايضا قد يعني يكون نوع منه حمايتك، لكن هي خيارين، يا يعني انك تاخذ هذا التطبيق او تاخذ هذا الجهاز وتستخدمه او انك ما تاخذه. فدائما اذا كنت تثق في الجهه او المنظمه اللي تتعامل معها صاحبه هذه المنصات الالكترونيه، يعني ما لك الا انك توافق. اذا ما كنت تثق احذف هذا البرنامج وريح راسك. يعطيك العافيه. في سؤال هنا يا استاذ عصام يقول هل يوجد تطبيق نستطيع تحميله على اجهزتنا تدعمه جهه الهيئه الوطنيه للامن السبراني؟ يعني هل هناك قد يمكن ما يكون عندها برامج، او هل هناك يعني انظمه تنصح فيها الهيئه الوطنيه من السبراني؟ اي انا عرضت لحمايه اجهزتنا مثلا او شيء لموضوع الحمايه او لموضوع الابلاغ؟ لا الحمايه. اذا كان على موضوع الابلاغ فهو هذا التطبيق، يعني هو موضوع رسمي من الهيئه. يعني انظمه الحمايه الموجوده هي انظمه كثيرة جدا، ويعني أنت مخير في استخدام النظام اللي تشوفه مناسب. يعني ما أبغى أسوق لأي نظام
أو أقول إنه في نظام معتمد في المملكة، لكن أنظمة الحماية كثيرة وأنصح باستخدامها يعني بكثرة، لكني لن أذكر اسم محدد. طيب، فيه هنا سؤال يقول: هل من يدرس الأمن السبراني ويتخصص فيه يعني كتخصص سواء بكالوريوس أو حتى ماجستير بعدين أو دكتوراه، هل ما يدرس هذا التخصص لا يمكنه العمل في غير بلده بحكم خصوصية هذا المجال؟ والله يعني سؤال مهم، لكن ما أعرف يعني نشوف مثلا في موضوع الاستخبارات على سبيل المثال، هل في الاستخبارات أي دولة يعمل فيها ناس غير متخصصين؟ على حسب أنظمة الدولة الموجود فيها. عندنا في المملكة في موضوع اللي هو الأمن السبراني في حاجة كبيرة جدا، وأنا أقول تخصصوا في هذا المجال، لكن هل يتاح لك مثلا لو أخذت يعني كنت متخصص في هذا المجال أنك تعمل مثلا في مصر، تعمل في الكويت، تعمل في أي دولة أخرى؟ هذا شيء يرجع لأنظمة الدول نفسها، يعني أنا ما أعرف شو أنظمتهم، لكن شيء يرجع لهم. طيب، إذن هذا السؤال يقودنا إلى أنه الأمن السبراني هل هو متعلق بالمستوى الشخصي، استخدام الشخصي، أم هو على مستوى الحكومات أو على مستوى الدول، أو المفهوم مفهوم الأمن السبراني يعني بهذا المصطلح، هل هو ظهر يعني يعني أمن سبراني متعلق بالشخصي ولا على مستوى الحكومات والدول؟ طيب، سؤال مهم. الأمن السبراني هو متعلق في الدولة ككل، موضوع الأمن السبراني، وهذا أنا رجعت للشريحة الأولى اللي عرضتها، أنه الأمن السبراني أول شيء موجود لتعزيز أمن السبراني للدولة، حماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني. الأمن الوطني عندنا جانب من هذا الأمن اللي هو الأفراد الموجودين في نفس الدولة وأمن البنى التحتية الحساسة فيها. فالأمن السبراني لا، هو موضوع يعني ضخم ضخم جدا بشكل يعني كبير. طيب، يعطيك العافية أستاذ عصام. ما هي نصيحتك للجهات الحكومية يعني تفعيل الأمن السبراني أو حماية المنشآت والأجهزة اللي يستخدموها يعني الأنظمة اللي يستخدموها، ما هي نصيحتك لهم؟ والله هذا السؤال على الجرح، خليني أكون صريح، إن شاء الله يكون معنا مسؤولين من الحضور. طبعا يعني سؤال كبير يعني، لكن باختصار. لا، هو محزن حقيقة، يعني لما نروح نقدم استشارات في مجال الأمن السبراني في عدد من الجهات الحكومية، تجد أن الناس اللي في سياسات جميلة، في لوائح، في أنظمة جميلة، لكن تجد من الداخل الجهة نفسها مهترئة بشكل كبير، وتجد أنك تتكلم عن معلومات سرية تخص المنظمة نفسها، لكن اللي قاعدين يشتغلون على هذه المعلومات يعني ناس ما هم من نفس الجهة، يعني ممكن هم يشتغلوا معك سنة سنتين ثلاث سنوات، أو ليسوا من الدولة أصلا، يعني يكونوا من دولة مختلفة. فجميع المعلومات يعني تسريبها بشكل بسيط جدا، يعني ما عندنا فعلا يعني العمليات التنظيم الداخلية ما هي بالشكل اللي أشوفه أنا أنها ترقى له موضوع الأمن السبراني. ولو نتذكر الأمن السبراني ترى ما يشمل فقط اللي هو أنظمة حماية فقط، الأمن السبراني يشمل موارد بشرية، يشمل أنظمة وسياسات وإجراءات الموجودة داخل المنظمة من الألف للياء، من يوم أسوي لك بريد إلكتروني وأعطيك اليوزر والباسورد، أعلمك إيش اللي لك وإيش اللي عليك. الآن البريد الإلكتروني الرسمي الناس قاعدة تستخدم المصالح الشخصية، الأشياء ما هي يعني منطقية. فبرضو توعية العاملين الموجودين عندك في المنظمة. موضوع الأمن السبراني موضوع شامل، لكن إحنا ما قاعد نوظفه ونستخدمه داخل الجهات بشكل يعني بشكل مناسب. إحنا لسه يعني نقول في البدايات، لكن أنا أحول وأتمنى فعلا أن يكون المستقبل أفضل لهذا المجال عندنا بإذن الله تعالى. ممتاز. إذن كما ذكر الأستاذ عصام، الموضوع الأمن السبراني ليس متعلق بيعني مكافح فيروسات تنزل على جهازك فقط أو
يعني شبكة يعني آمنة، يعتمد يعني يتعدى المفهوم هذا إلى الممارسات الشخصية، الاستراتيجيات اللي تتبعها، استخدام البريد الإلكتروني خاص في العمل لا يستخدم لي ما تشترك فيه في أي موقع، فيتعدى هذا المفهوم. يعطيك العافية أستاذ عصام. حقيقة الوقت يعني احنا تجاوزنا 8 دقائق، فيعني في أسئلة كثيرة وما ودي أفوتها مهمة، طبعا ما نقدر يعني صراحة، ونعتذر عن الإجابة عن كل الأسئلة ما شاء الله، يعني ما شاء الله 226 سؤال، 226 سؤال، يعني يبغالنا ساعتين ثانية على أساس نخلص كل الأسئلة، ولكن يعني نستبيحكم عذرا في 5 دقائق إضافية نحاول يعني نجيب على يعني أهم الأسئلة اللي طرحت يعني بشكل سريع. في برضو سؤال يتكرر اللي هو موضوع الحماية الأجهزة الجوال، يعني ما هي، يعني هل هناك مثلا، هل ننزل برامج حماية، ولا هل هناك نصائح محددة للحماية الأجهزة الموبايل أو الجوال؟ طيب سؤال ممتاز جدا. اللي أنا أقول اللي معاه أجهزة، والله ما أبغى أسوق، لكن أجهزة اللي هو الآي أو إس، نظام الآي أو إس اللي هي الآيفون والآيباد، هذه الأجهزة فيها نفس الأبل، الحماية فيها عالية جدا جدا جدا، وصعب موضوع الاختراق يعني نادر جدا فيها، إلا إذا كان موضوع اللي هو حصول على معلوماتك بناء على موافقتك اللي تمت أنت من خلالك، لكن شخص يخترق جهازك هذه يعني ما مرت أبدا أبدا أبدا. الشركات الأخرى ما يعني حسب ما أسمع، لكني لم أستخدمها أو أجربها، لكن أنظمة الحماية فيها ضعيفة، لكن فيها أنظمة، فيها يعني هم نفس الشركات مثل سامسونج يعني نظام الأندرويد، في لهم برامج حماية خاصة فيهم ممكن تحمل الجهاز وتستخدم، معتمدة من نفس الشركة، فأنصح فيها. لست حقيقة يعني مطلع أو مستخدم لهذا النوع من الأجهزة، لكني حسب ما أسمع من الزملاء واللي يستخدمونها أنه في أنظمة حماية تضعها هذه الجهات على هذه الأجهزة، ممكن تحمل من خلالها وتساعدك في موضوع الاختراق. وأنا دائما يعني أكرر للمرة يعني أنه موضوع الأمن، أمن أجهزتنا وحماية أجهزتنا وحمايتنا نحن شخصيا، هذا منوط فينا إحنا. خليني أعطيكم إياها كذا بتصور بسيط يعني بشكل بسيط. بيتك أنت موجود، إذا فتحت الباب وأنت اللي تقول للشخص الموجود عند الباب تفضل، أو ما تدخله أو تتكلم أنت وياه على الباب، تخيل أنه جهازك هو عبارة عن البيت، وموافقتك هذه عبارة عن الموافقة على دخول الشخص أو هذه الشركات أو هذه المنظمات على جهازك، أو أنهم ما يدخلوا أو توقف معهم عند الباب، يعني ما في خيارات ثانية. فأنت دائما نقول الأمن بمواضيعنا هذه البسيطة اللي تخص أمن أجهزتنا، معلوماتنا، صورنا، مستنداتنا، ملفاتنا، نحن من يحميها ونحن من يحرص على حمايتها والتعامل عليها، فلا بد من وجود وعي في الأشياء اللي نستخدمها. وأتوقع أننا تجاوزنا موضوع اللي هو ملفات اللي قاعد تجي المرفقة في البريد الإلكتروني اللي تجي زي حصان طراودة هذه، وتكون ملفات تجسس موجودة في أجهزتنا. أتوقع أنها انتشرت فترة، لكن خلال هذه الفترة أصبح لدينا وعي كبير جدا 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 في التعامل مع البريد الإلكتروني، حسب يعني ما نطلع يعني. فنحرص أنه ما نفتح ملفات ما نعرفها، ما نقبل، ما نحمل برامج ما نعرفها. خليني برضو على موضوع الأمن الموجودة وعلى هذا السؤال، والله ودي أنكم تحرصون تماماً على موضوع الأجهزة الموجودة مع الأطفال الصغار. أطفالنا اللي معاهم أجهزة تحت 18 سنة، هذول كلهم ما عندهم الوعي الموجود عندك، ممكن أنهم يحملوا أي شيء، ممكن يتم اختراقهم. ترى حتى أجهزة البلاي ستيشن هذه تصنف من ضمن الأجهزة اللي ممكن اختراقها والوصول إلى معلومات خاصة فيكم وانتحال وابتزاز من خلال هذه الأجهزة. فلا بد أن يكون برضو في متابعة، في وعي. في كان عندنا سؤال بالاستبيان طرحناه،
هل أنت يعني تنبه الناس الموجودين حولك على موضوع اللي هو الأمن والحماية؟ وكانت الإجابات بنسبة عالية جدا ولله الحمد. فأنا يعني أثق أنه في ناس ولله الحمد عندها هذا الوعي وقالت وعي الناس اللي موجودة حولها. فيعطيكم العافية. تفضل أستاذ محمد. نأتي لدورة التعليم، وأنت أحد أعضاء التعليم في المملكة العربية السعودية أستاذ عصام. ما هو دور المدرسة، ثم ما هو دور وزارة التعليم لتوعية الناس بالأمر السبراني؟ والله شوف، وزارة التعليم يعني خطت ولله الحمد خطوات جدا ممتازة في مجال الأمن السبراني في البلد. احنا كله يعني احنا في صفر 1439 انشأت الهيئة، في مذكرة تفاهم موجودة بين وزارة التعليم وهيئة الأمن السبراني، هناك تفعيل ممتاز لها، في دورات يتم تقديمها لمنسوبي وزارة التعليم في مراكز التطوير المهني في موضوع اللي هو الأمن السبراني. في دورات الآن أنا أطلع عليها قائمة في مراكز التطوير في الجامعات وفي مراكز التطوير نفسها المهني في موضوع الأمن السبراني. في حرص على التوعية بشكل كبير. الأجهزة الموجودة في يعني لجميع الجهات الحكومية التابعة للوزارة يكون هناك حرص أن يكون في لها أنظمة حماية معينة. ففي خطوات يعني في موضوع اللي هو التوعية في حرص كبير. المناهج راح يضاف لها أشياء كثيرة تخص موضوع اللي هو الأمن السبراني والحماية. لو تم الاطلاع أيضا على المناهج الموجودة الآن فيها جانب كبير على موضوع اللي هو حماية الأجهزة الخاصة فينا، وفي مبادرات جدا جدا متميزة. الأسبوع قبل الماضي في مبادرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل تخص الأمن السبراني، بعد أسبوعين راح يكون في المخوات وبعدها في الباحة وبعدها في أفيف، كلها مع وزارة التعليم على موضوع اللي هو كل الأمن السبراني. إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية كلها مهتمة في هذا الموضوع. الطلبات اللي قاعد تجيني في موضوع اللي هو تقديم مثل هذه المحاضرات والتوعية في الأمن السبراني يعني ما تتخيل. فإحنا مرتبين لها بشكل كبير وحريصين عليها. لو تكلم عن الوزارة ترى ما راح أخلص يعني. إيه طبعا أنت من الله يعطيك العافية سيد عصام، بس إحنا نحاول نركز على بعض الأسئلة. يقول الحالات اللي ممكن تحصل مع الشخص أثناء استخدام الإنترنت. في سؤال هنا يقول بعد اختراق الحساب، الواحد مثلا اخترق الحساب سواء في تويتر فيسبوك إنستغرام وحصل فيه جريمة معلوماتية، على مين تكون المسؤولية؟ تعيد السؤال لو سمحت، ما ليش بس. بعد اختراق الحساب، لو أنا مثلا أحد جاء واخترق حسابي في تويتر، ممتاز، وحصل فيه بعدها جريمة معلوماتية، نزل تغريدة يعني تتعلق بجريمة معلوماتية، على مين تكون المسؤولية؟ طبعا وهل هل هل المفروض أني أبلغ أنه تم اختراق حسابي؟ ومن أبلغ؟ من الجهة اللي ممكن أبلغ فيها أنه تم اختراق حسابي على أساس أحمي نفسي أنه ما يستخدمه بطريقة غير سوية؟ ممتاز، سؤال ممتاز جدا. وإحنا تقريبا ذكرنا في الشريحة قد يكون خلينا نحط تبع تويتر، دائما يكون التبليغ لما يخترق حسابك تبلغ عند تويتر نفسهم، عشان مباشرة لو صار أي شيء على حسابك أنت تكون يعني المسؤولية يعني تكون راحت من عندك، يعني أنت مش تكون يعني مسؤول بقدر أنك بلغت. فلا بد تبلغ اللي هم نفس الجماعة تبع تويتر، لا بد تبلغ في أحد التطبيقات المختصة المختلفة اللي إحنا ذكرناها هنا، يعني تبلغ أنه اخترق حسابك، تكلم 989 تبلغ، يعني مجرد للإبلاغ زي لما تضيع لوحة سيارتك لابد أنك تبلغ عن فقدان لوحة السيارة عشان بس تخلي مسؤوليتك. فأنت برضو لابد تبلغ في أحد، أول شيء تخاطب تويتر، تبلغ الجهات الرسمية في بلدك على موضوع اللي هو الحساب. هل أنت مسؤول أو مش مسؤول؟ طبعا
يكون فيها إجراءات كثيرة، فيها متابعة متى اخترق الحساب، من أين تم الدخول على الحساب، يبين المكان، يبين الأجهزة اللي دخلت على الحساب، حتى يبين الأوقات المختلفة. فالقضية يعني تأخذ مجرى كبير جدا لين تحديد الشخص المخترق. وكلنا سمعنا في قضايا كثيرة تمت يعني في السعودية وغيرها على موضوع الاختراقات هذه، فهي زي كأنه قضية جنائية تبدأ من الألف، يتم عملية تحليل كامل لها من الألف للياء لين الوصول للشخص المذنب. يعطيك العافية سيد عصام، شكرا لكم وشكرا لجميع الحضور، ونعتذر حقيقة عن الإجابة على كل الأسئلة اللي طرحت، لكن ممكن أنكم تحولوها إلى الأستاذ عصام على حسابه في تويتر، هذا حساب ظاهر عندكم، ممكن أنكم توجهون الأسئلة أسئلتكم إلى الأستاذ عصام، وإن شاء الله ما بيقصر معاكم. مشكورا في الرد على استفساراتكم. ندوتنا الليلة هي مسجلة وراح نرسلها لكم عن طريق الإيميل، وبرضو المادة العلمية حترسل لكم لجميع الحاضرين والحاضرات اللي يحضرون معنا بعد إذن المدرب بإرسال المادة العلمية لكم، ونتمنى أن نكون وفقنا في تقديم ما يفيد وما يساعدكم يعني في بعد الله سبحانه وتعالى في حفظ معلوماتكم وأجهزتكم وأبنائكم من هذا العالم الفسيح الذي هو عالم الإنترنت. شكرا أستاذ عصام، شكرا لكم أنتم أيها الحضور والحاضرات، إلى أن نلتقي بكم في ندوة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.